اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على قناه الناس. الاول مره تشوفنا القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى الفيديوهات الموجوده على القناه. لو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك الفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. طبعا ناس كتير بعد زياده مصداقيه القناه في الكشف عن أدوية ومكملات التخسيس وحقيقة فعاليتها، حتى إن الناس اللي ما كانتش مصدقة وكانت بتجرب الأدوية بعد ما شافت الفيديوهات بتاعة القناة رجعت وقالت إني عندك حق. لذلك يوميا بتأتي مطالبات كثيرة بعمل ريفيوهات عن مكملات وأدوية التخسيس الجديدة. اخرهم تم طلب عمل ريفيو عن دواء تولانو كارنيتين. هعرفكم كل التفاصيل بتاعه هذا الدواء وحقيقه فعاليته للتخسيس، وكمان هكشف مفاجاه كبيره عن الشركه المصنعه لهذا المنتج. خليكم معايا ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد فاصل، واهلا بيكم مره تانيه في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هو مكمل تولانا كارنيتين؟ اول حاجه تعالوا نشوف الدعايه بتقول ايه على هذا المكمل. الدعايه بتقول ان المكمل تولانا كارنيتين هيعلي لك مستويات حرق الدهون وهيديك طاقه ونشاط عالي. الدعايه بتقول ان هو بيحسن الاداء العضلي ويدعم التمثيل الغذائي للدهون. الدعايه بتقول ان هو مغلف بتقنيه الو ودي، ودي تقنية بتمنع تكسير الكارنيتين عكس الكارنيتين الموجود في المنتجات الأخرى. طيب عند التواصل أونلاين تم السؤال عن سعر العلبة، قالوا إن العلبة الواحدة 240 جنيه، العلبة يا جماعة فيها 20 كبسولة. وتم عرض عروض خاصة بالمنتج، منها إنك أنت لو أخدت علبتين هتاخدهم ب 420 بدلا من 480، وكمان عليهم علبة سكر دايت 50 كيس هدية. وكمان تم عرض علينا عدد 3 عبوات ب 590 جنيه بدلا من 720. وكمان تم عرض ثالث انك انت لو محتاج علبة واحدة عشان تجربها هنديها لك ب 200 جنيه بدلا من 240. العلبة يا جماعة فيها 20 قرص مغلف، والمادة الفعالة اللي فيها الكارنتين بتركيز 1500 ملي جرام. لما سألناهم على الجرعة بتاعة هذا المنتج قالوا انك انت بتاخد قرص مرتين يوميا قبل الفطار بنص ساعة وقبل الغداء بنص ساعة. معنى ذلك ان كل واحد هيستهلك 3 عبوات في الشهر. لو 3 عبوات اخدتهم في العرض هتاخدهم ب 590 جنيه بدلا من 720. لما سألناهم على النتائج بتاعة المنتج قال لك ان المنتج ده بيخسسك من 6 ل 10 كيلو جرام شهريا. سألناهم هل ليه آثار جانبية؟ قالوا لا، دي مادة طبيعية موجودة في الجسم بصورة طبيعية وكمان ملهاش أي موانع استعمال. طيب دكتور، إيه هي حقيقة هذا المنتج؟ أنا عملت فيديو قديم عن مادة الكارنتين يا جماعة الطبيعية اللي موجودة في الجسم وحقيقة فعالية المكملات بتاعة الكارنتين في التخسيس. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو أسفل الوصف بتاع الفيديو منعا لتكرار الكلام، لكن في الفيديو ده هعرفك معلومات أول مرة تعرفها. الفيديو القديم الاول هيعرفك ايه هو الكارنيتين الطبيعي الموجود في الجسم، ايه فوائده الخاصة بيه، وايه الاعراض بتاعة نقص الكارنيتين اللي موجودة في الجسم، وايه كمان المصادر الغذائية للكارنيتين، وامتى نستخدم المكملات والجرعات المطلوبة لكل استخدام. لكن النهاردة ما سأذكره في هذا الفيديو هي معلومات لم يتم ذكرها في الفيديو السابق عن مادة الكارنيتين. اول حاجة، في عدة اشكال من الكارنيتين يا جماعة، منها الدي كارنيتين والدي والال كارنيتين، ودول خلي بالكو لو موجودين في اي مكمل بيعملوا اعاقة لعمل الال كارنيتين الطبيعي اللي موجود في جسم سيادتك، ويسبب لك اعراض تشبه نقص الكارنيتين. يعني لو شخص اتناولهم في المكملات الغذائية تقفل شغل الكارنيتين الطبيعي اللي موجود في جسمك وتعمل لك شوية أعراض كأنك عندك نقص في الكارنيتين الطبيعي. هناك نوع آخر يسمى الأسيتايل الكارنيتين، وده بنستخدمه علشان تعزيز صحة ووظائف المخ، والجرعة المسموح به يوميا من 500 ميلي جرام ل 2500 ميلي جرام حسب تفاصيل الحالة الصحية.
هناك نوع اخر بيسمى الكارنيتين التارتاريت، وده بيستخدموه الرياضيين لتعزيز الاداء البدني بجرعه تتراوح ما بين 1000 ملي جرام وحتى 4000 ملي جرام يوميا، برضو طبقا لتفاصيل الحاله. النوع الاخير يا جماعه اسمه بروبيونايل كارنيتين، وده بنستخدمه علشان نحسن تدفق الدم لمرضى ضغط الدم المرتفع بجرعه تتراوح بين 400 ملي جرام ل 1000 ملي جرام يوميا. طيب دكتور، هل مكملات الكارنيتين ليها اثار جانبيه زي منتج التولانا كارنيتين؟ لان احنا تواصلنا معاهم وقالوا ان هو ملوش اي اثار جانبيه. لا يا جماعه، المكملات ال كارنتين ليها اثار جانبيه على مستوى الجهاز الهضمي، بتعمل لي اسهال وقيء وغثيان والام المعده وتشنج البطن. على مستوى الجهاز العصبي المركزي بتعمل ضعف وارتباك واحساس بالوخز، كاني في ابر في اجزاء معينه من جسمك خاصه الاطراف، بتعملك نوبات عصبيه، دوخه واكتئاب وصداع. كمان بتعمل مشاكل على الكلى، بتلاقي بعض الاشخاص لو استخدموا مكملات الكارنيتين بصفه مستمره لمده طويله بجرعات كبيره بتؤدي الى تورم اليدين والساقين والقدمين، كمان ضعف البصر ومشاكل الكبد. المشكلة الكبيرة اللي معظم الناس بتعاني منها مع مكملات الكارنتين هي خروج رائحة مزعجة تشبه رائحة السمك في البول والعرق والنفس. معظم الدراسات أكدت أن تناول مكملات الكارنتين وارتفاع مستوياته بالجسم بكميات كبيرة ولفترات طويلة بتزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، منها تصلب الشرايين. طيب دكتور، انا حاليا باخد هذا المنتج سواء تولانا كارنيتين يا جماعه او اي منتج يحتوي ماده الكارنيتين، لازم تعرف ان هناك اعراض بتتطلب الرعايه الطبيه الفوريه وانك انت توقف استخدام الدواء نهائيا، زي ان يعلى عندك ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم بصوره كبيره، كمان سرعه ضربات القلب، يحصل عندك حمى او حدوث نوبات. طب هل المنتج ده ليه اي تدخلات دوائيه؟ طبعا يا جماعه، لو في ناس بتاخد الكارنتين او مكملات الكارنتين يا جماعه، بننصحها ان هي تبعد ما بينها وما بين المضادات الحيويه، لان المضادات الحيويه بتسبب نقص في مستويات الكارنتين في الانسجه. كمان يا جماعه ما ينفعش اخدها مع مضادات التجلط اللي هي الانتيكواجولانت وادويه السيوله زي الوارفارين والسنتروم والحاجات بتاعت السيوله دي يا جماعه والاسبرين. ليه؟ لان بتعمل لي كدمات ونزيف حاد لو تم الاستخدام المتزامن مع بعض. الناس كمان اللي بتستخدم حمض الفالبرويك المستخدم لعلاج التشنجات المشهور باسم الديباكين اللي بيستخدموه للتشنجات والصرع يا جماعه، لو استخدمته مع هذا الدواء او مع مكملات الكارنتين بتعمل تسمم الكبد الحاد، تلاقي المريض بيعاني من اعتلال المخ نتيجه فرط امونيا الدم. كمان يا جماعه، ادويه الغده الدرقيه، مكملات الكارنتين، ويا ريت الناس تركز في النقطه دي، بتقلل فعاليه ادويه الغده الدرقيه. كمان ما ينفعش اخدها مع ادويه مرضى السكر المرتفع. طيب دكتور، ايه هي موانع استعمال المكملات الغذائيه اللي بتحتوي على الكارنتين؟ اول حاجه الحمل والرضاعه، رغم ان هم اعطوا الاطفال جرعات صغيره من الكارنتين لم يصابوا باي اثار جانبيه، لكن لا يفضل تناوله للاطفال، وان معظم الدراسات ذكرت انه ممكن كمان نستخدمه في الرضاعه والاطفال بفتره زمنيه حتى 6 شهور متواصله، لكن لا يفضل ذلك الا في حاله نقص الكارنتين الطبيعي في الجسم. كمان يا جماعه، حالات الفشل الكلوي، لان خاصة لو الدي والال كارنيتين بيسببوا ضعف في العضلات، وتلاقي المريض تدلي للعين عند استخدامه بالوريد بعد الغسيل الكلوي. لكن انا لو محتاج للغسيل الكلوي لمريض عنده نقص في الال كارنيتين، بديله الال كارنيتين فقط يا جماعة، واتاكد تماما ان المكملات الغذائية لا تحتوي على الدي كارنيتين او الدي والال كارنيتين. كمان يا جماعة، ممنوع لمرضى النوبات العصبية، مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى الكبد، مرضى القلب والأوعية الدموية، مرضى اضطراب القلق، الناس اللي عندهم قلق وتوتر واضطرابات في النوم. كمان يا جماعة، الناس اللي بتفرط في المشروبات الكحولية. طيب دكتور، امتى اخد مكملات الكارنتين؟ فقط يا جماعة في حالة نقص الكارنتين الطبيعي في الجسم.
لانه في حاله عدم نقص الكارنتين الطبيعي فتناول المكمل الخارجي الذي يحتوي على الكارنتين لا يفيدك اطلاقا، لانك انت لو مشكلتك في التخسيس انك انت عندك نقص في هذه الماده فتناول المكملات طبقا طبعا للتحليل نتيجته هتطلع ايه يبقى هو هيفيدك، لكن لو انت اصلا ما عندكش نقص فيه فتناول المكمل مش هيفيدك في عمليه التخسيس. طيب دكتور ازاي اعرف انا عندي نقص في الكارنتين او لا من الاعراض المذكوره في الفيديو السابق اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعه، وده مهم جدا يا جماعه، هو فيديو قديم من كام سنه ولكن مهم جدا علشان تاكد تأكيد نقص الكارنتين يتم إجراء تحليل في البول والدم. لما تتأكد أنك أنت عندك نقص الكارنتين بيتم وصف جرعة طبقا لتفاصيل الحالة الصحية للشخص نفسه ونسبة التحليل. بالنسبة للمكمل تولانا كارنتين، هل فعلا بيخسس يا دكتور بدون نظام غذائي أو رياضة؟ أكيد لا يا جماعة، لذلك بقول احذروا الدعاية المضللة للأدوية والمكملات، فالأدوية للاستخدام الطارئ فقط والمكملات في حالة الحاجة إليها جنبا إلى جنب مع النظام الغذائي مع مراعاة التفاصيل الصحية للحالة المرضية للمريض. الجدير بالذكر ودي المفاجأة اللي أنا حابب أقولها للناس إن الشركة المصنعة لهذا المنتج هي شركة براكسو. طب إيه الجديد يعني دكتور مش فاهمين إيه قصة شركة براكسو؟ دي نفس الشركة يا جماعة المصنعة لمنتج تولانجو سليم. اكيد ناس كتير شافت منتج تولانجو سليم، انا كنت عملت عليه فيديو دلوقتي، الفيديو جايب حوالي 100,000 مشاهدة والناس كلها شاركت تجاربها مع المنتج ده اسفل الفيديو في صورة كومنتات. كمان الشركة طلعت بدعاية واعلانات عن المنتج انه المنتج السحري لنسف الوزن، وجابك ودكاترة التغذية وراحت لهم في العيادات بتاعتهم وقالت لهم يقولوا العبارة الشهيرة بتاعتهم اللي هي تولانجو سليم لوحده كفاية. أكيد الناس كلها شافت الإعلانات بتاعت شركة براكسو اللي عملتها. طيب يا شركة براكسو، طالما حضرتك عملت منتج اسمه تولانجو سليم ورحتي لدكاترة التغذية وقل خليتيهم يقولوا إن يعني المنتج ده لوحده كفاية، ليه عملتي منتج تاني اسمه تولانو كارنيتين؟ طالما خلاص منتج تولانجو سليم خلاص معاك تمام يا جماعه، هسيب لكم برده اللينك بتاع فيديو التولانجو سليم عشان تستفادوا من خبره الناس في التجارب، الناس اللي ما صدقتناش و يعني جابت المنتج بعد كده شاركت التجارب بتاعتها لما جابت المنتج حصل معاها ايه، واتمنى ان الناس تستفاد من التجارب دي. رحله التخسيس يا جماعه لازم تتأكد ولازم تعرف في دماغك ان رحلة التخسيس رحلة بتتطلب الصبر والالتزام، واذا كنت مستني منتج سحري لنسف الوزن فانت واهم وهناك الكثير في انتظار شخص مثلك لتحقيق الارباح من وراء اوهامه، من له اذنان للسمع فليسمع. كلمة اخيرة للناس المستشارين العلميين اللي بيبعتولي على الخاص بيقولوا يا دكتور انا المستشار العلمي لشركة كذا، كل ما بعمل فيديو يا جماعة على المنتج معين او ريفيو عن منتج معين الاقي على طول انا المستشار العلمي لكذا. يا سيادة المستشار لا تحدثني على الخاص بل حدثني امام الجميع، وانا يا جماعة على يعني استعداد تام بمناقشتك امام الناس، ولكن لا تناقشني يعني على الخاص، ناقشني امام الجميع. اتمنى الفيديو يكون افادنا، لو استفدنا من الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس، ما ننساش نشير الفيديو كل الناس عشان الناس كلها تستفيد. شكرا ليكم، كان معكم دكتور حنس حشمت، ألف سلام.